الحمد لله، السلام عليكم. سؤال آخر، تكلم عن الذكر الذي تكلمت عليه في الفيديوهات السابقة بلا إله إلا الله يحيى جسدي 70 مرة أو 700 مرة. هذا الذكر بإذن الله يجب أن تكون النية، يشفي الأمراض ويحيي خلايا الجسد، يحيي خلايا الجسد. العدد إذا يعني استطعت تقول 700 مرة، وإذا لم تستطع التزم بال70 مرة يوميا بلا إله إلا الله يحيي جسدي. الإنسان الذي عنده، خصوصا النساء، يتشكل من هذا المشكل، والرجال كذلك الذي عنده مشكل في الجماع، يعني عندهم الهرمونات ضعيفة في الجماع، يعني لا تصبح عندهم رغبة مع الزوج، والزوج لا تصبح عنده رغبة مع الزوجة. فليكثر من هذا الذكر، خصوصا المتزوجين: بلا إله إلا الله يحيي الجسد، يجدد الخلايا ويحيي الجسد بإذن الله. وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله القوي المتين، خطيرة جدا لمن أراد أن يطور خلايا الجسد للجماع بإذن الله. فبلا إله إلا الله يحيي جسدي، يحيي الجسد بإذن الله ويشفي الأمراض. وإذا شربت ماءه كذلك، والمرأة التي عندها مشكل في الحمل كذلك تكثر من هذا الذكر، المرأة التي عندها مشكل في العذر الشرعي تكثر من هذا الذكر، تتجدد الخلايا دائما في جسدها. الإنسان الذي عنده ضعف في البصر يكثر من هذا الذكر، يعني هذا الذكر شامل للعديد من الأشياء. الإنسان الذي عنده مشكل في الذاكرة يكثر من هذا الذكر: بلا إله إلا الله يحيي جسدي. هذا الذكر عظيم جدا، يحيي خلايا الجسد. اتفقنا؟ لا إله إلا الله تحيي خلايا الجسد، لأنك أنت تستعين بلا إله إلا الله. وما هي لا إله إلا الله؟ الله سبحانه وتعالى يحيي الجسد. هذا كل شيء، وأتمنى لكم خير، وإلى اللقاء.